بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. أعزائي المشاهدين، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم الرأي الآخر. برنامجكم الرأي الآخر الذي يناقش كافة قضايا المجتمع، يتحدث عن أهات الشعب المصري، يناقش ونحاور كافة القضايا بكل حيادية وبكل شفافية. لكن في بداية لقائي أو في مستهل لقائي أو بادئ ذي بدء، أحب أن أنا أتقدم بنعي. أتقدم بنعي ننعي ببالغ من الحزن والأسى أسرة برنامج الرأي الآخر والعاملين بقناة الصحة والجمال. يتقدمون بنعي إلى الأستاذ مالك أحمد بداري مدير العلاقات الخارجية لبرنامج الرأي الآخر في وفاة ابن عم سيادته السيد أحمد بدوي بداري. خالص التعازي إلى كل عائلة آلة بداري بالزوك الغربية المنشاه سوهاج. أيضا نتقدم بنعي في وفاة أحد رموز الداخلية وكبار رجال الداخلية، نائب مساعد الوزير لقطاع مبارك للأمن المركزي اللواء عصام خشب. نعي مقدم من أسرة برنامج الرأي الآخر والعاملين بقناة الصحة والجمال والأستاذ مالك بداري مدير العلاقات الخارجية للبرنامج في وفاة السيد اللواء عصام خشبة. خالص التعازي إلى كل عائلة آلة خشبة بصملوط وآلة خشبة بأسيوط. أيضا خالص التعازي إلى أبناء عم السيد اللواء اللاعب الرياضي هادي خشبة والنائب علي خشبة. في مستهل الحديث اسمحوا لي أن أنا أشيد في الانتخابات السابقة لمجلس الشيوخ بدور المرأة. دائما المرأة تتصدر المشهد السياسي في كافة الاستحقاقات، فدائما نرى المرأة في مقدمة التعديلات الدستورية، دائما نرى المرأة في مقدمة انتخابات مجلس النواب، وهكذا رأيناها في انتخابات مجلس الشيوخ. لكن أهم ما لفت انتباهي ونظري في انتخابات مجلس الشيوخ التي أقيمت يومي الأحد والإثنين للمصريين المقيمين بالخارج والثلاثاء والأربعاء في مصر، المقاعد الفردية والمستقلة. كانت انتخابات نزيهة بكل المقاييس، تتسم بالشفافية. شفنا طبعا يعني على مستوى صعيد مصر، عندي شفنا طبعا خوض المعركة الانتخابية طبعا للسيد اللواء خالد الشاذلي في محافظة قنا للمقاعد الفردية، والحقيقة يعني لاقى قبول وأصوات كثيرة. طبعا شفنا برضو في دايرة المنشأة عندي طبعا الإعادة للنائب السابق للشيوخ إسماعيل فاروق إسماعيل أبو كريشة. أيضا أحب أن أشيد طبعا بدور برضو الشاب طبعا أسامة محمد الأمين أبو كريشة. هو صحيح لم يحالفه الحظ، ولكن برضو حصل برضو على أصوات برضو، ويكفيه طبعا شرف العملية الانتخابية. برضو عايز أتكلم برضو عن تعديل المادة 102 في يعني من جني ثمار التعديلات الدستورية وكيفية نسبة تمثيل المرأة بنسبة 25%، يعني بحوالي 90% نائبات في مجلس النواب. وبرضه هتكلم برضه في موضوع حلقة اليوم عن تعديل برضه المادة 244 وكيفية تمثيل المصريين المقيمين في الخارج. هتكلم برضه في الحلقة برضه عن مساندة دور الاتحاد العام للمصريين في الخارج لموضوع العالقين أثناء أزمة كورونا. بعد تلك الافتتاحية والمقدمة اسمحوا لي أن أنا أرحب طبعا بضيوف الكرام. أرحب بالسيد اللواء ممدوح مقلد عضو مجلس النواب وكيل لجنة الدفاع والأمن القومي. أهلا وسهلا سيادة اللواء. أهلا وسهلا. كما أرحب بالسيد المستشار محمد عبد النبي عمارة المستشار القانوني بالخارج وعضو الاتحاد العام للمصريين في الخارج. أهلا وسهلا مع المستشار. أهلا وسهلا. أول أسئلة بس أطرحها على السيد اللواء ممدوح مقلد. معالي دولة رئيس الوزراء أمس الأستاذ الدكتور مصطفى مدبولي كان مع نظيره السوداني في اجتماع في دولة السودان الأستاذ حمدون. عايز بس أعرف يعني نتائج ومباحثات الاجتماع اللي هم اتكلموا طبعا فيه عن سد النهضة الأثيوبي وعن كيفية التعاون الاقتصادي والاجتماعي بين البلدين. تعليقك معالي اللواء. هو زيارة معالي السيد رئيس الوزراء يعني بتأتي في إطار الاهتمام الموجه
بالشكل المكثف للدولة حاليا لكافة دول أفريقيا. زيارته للسودان بتأتي من كونها أنها دولة أفريقية في المرتبة الأولى، وفي المرتبة اللي أهم منها أنها دولة شقيقة عربية إسلامية شقيقة بكل شكل بكل أشكال الاهتمام. إحنا حاليا يعني بنسعى إلى أن إحنا نلغي النظرة القديمة أن مصر ادت ظهرها للقرن الأفريقي في عهود سابقة. إحنا حاليا دلوقتي بندي لكل دول أفريقيا الاهتمام القوي، لأن مصر بطبيعتها أنها دولة أفريقية. الاهتمام اللي كان موجه من زيارة السيد رئيس الوزراء طبعا ده ترسيخ للقواعد المعروفة طول عمر العلاقات مصر والسودان، دولة شقيقة، دولة أساسا كنا زمان حتى يعني دولة شبه ان احنا تحت حكم واحد. النهاردة في اكثر من اللغة بتجمعنا، الجوار بيجمعنا، الدين بيجمعنا، اللون، النيل بيجمعنا. احنا النهاردة كمان يعني على منحى اخر، النهاردة مصر في مشكلتها في مشكلة سد النهضة اللي هي مع اثيوبيا. النهاردة احنا بنبحث يعني المشكلة نهر النيل ده بيعبر من اثيوبيا لجنوب السودان الى السودان الى مصر. كون ان احنا تبقى علاقتنا قوية بكافة الدول دي كلها شيء بيقوي من موقفنا اساسا من اثناء مباحثاتنا. ان لم يكن هناك تنسيق مشترك وهناك يعني توحيد في الرؤى اللي موجودة بين مصر وبين كافة الدول الاخرى في مواجهة اثيوبيا اللي هي بتسعى النهاردة الى انها تفرض امر مش مستحب مش مرغوب فيه خارج عن السياق العام، خارج على ما استقرت عليه الأعراف، خارج ما استقرت عليه الكون منذ بدايته حتى النهاردة، أن مصر والسودان بيعتبروا أن هم دولتي المصب وأن أثيوبيا دولة المنشأ. إحنا النهاردة طول عمرنا ماشيين بهذا المفهوم من أول من بداية الخليقة وحتى الآن. كون النهاردة أن أثيوبيا بتسعى إلى أنها تفرض حل منفرد أمر مرفوض، أمر يمكن أن نسمح به. مصر النهارده فيها اكتر من 104 مليون كله بيعيش على ملناش مصدر تاني من ميه الا نهر النيل، والمخزون الجوفي اللي هو خلفه نهر النيل في السابق. النهارده ما نقدرش نستغني وما نقدرش نتنازل عن اي حصه. النهارده اثيوبيا اذا كانت بتزعم ان هي موضوع الكهرباء ده، الكهرباء ده ممكن يتحل من النهارده في اكثر من مصدر الكهرباء ممكن ان احنا نسهم فيه. ان كانت اثيوبيا النهارده بتسعى الى ان هي يعني تخزن جزء من المية من حصتها واللي اعتاك في الزراعة فيها طوال العام، ده شيء احنا نحن لا نعارض ولا نقف امام التنمية الاثيوبية. احنا بالعكس نحن مع التنمية في اثيوبيا والتنمية في السودان والتنمية في مصر. فاحنا النهاردة بنتكلم وبنقول لابد من تنسيق المواقف ما بين الدول كلها ضد الموقف الاثيوبي اللي هو جنح بفكره في الآونة الأخيرة بتحريض من دول بأفكار جديدة. احنا طبعا بنراعي برضو ان الشأن الأثيوبي في هذه المرحلة بيمر بلخبطة شديدة نتيجة ان هم مقبلين على انتخابات وتأجلت، والانتخابات دي كلها يعني يمكن هم دائما يعني او ما علمناه من كافة وسائل الإعلام ان هم بيضعوا موضوع سد النهضة امر من شأنه ان هو يعني بيجمع روابط المجتمع الأثيوبي في اختياره للرئيس واختياره للوطنية الأثيوبية. احنا مقدرين كل هذا، بس في نفس الوقت مهما كانت مبررات أثيوبيا ومهما كانت الأسانيد اللي هي بتستند عليها في انها تفرض امر واقع، امر مرفوض لان ده تاريخية منذبات الخليقة وحتى الآن في مجتمعات قائمة على هذه النسب نسب المية. ده بالعكس مصر لما كانت بتاخد نسبة المية وهي من ايام عبد الناصر لما اقر المعاهده في الخمسينات واحنا ساعدنا اثيوبيا في تحريرها وانتهينا على ان احنا بناخد نسبه والسودان نسبه واثيوبيا نسبه. الامور دي كلها الكميات ما زالت كما هي. طيب. كميات الامطار كما هي، لكن اللي فرق عليها ايه؟ زياده تعداد الشعوب. احنا ما زلنا ده احنا حاليا دلوقتي في حاجه الى المزيد من المياه، وليس ان احنا ممكن حد يعني يفاصلنا في اي
يعني يعني كم متر مكعب من المية، مش كم مليار متر مكعب من طيب المية. استاذ سياده اللواء، اعود الى ضيفي الكريم المستشار محمد عبد النبي عماره. طبعا اتكلمت في المقدمه بتاعت الحلقه ان كيفيه مسانده الاتحاد العام للمصريين في الخارج لموضوع المصريين العالقين في الخارج اثناء ازمه كورونا، باعتبارك عضوا طبعا في الاتحاد العام للمصريين في الخارج، تعليقك على تلك المشكله وتلك الازمه وكيفيه حلها من الاتحاد العام للمصريين في الخارج. انا بالنسبه لي طبعا بنتكلم كصفتي مستشار قانوني سابق في الخارج، وثانيا كعضو في الاتحاد العام للمصريين في الخارج، ولست ممثلة متحدث رسمي للاتحاد، بس تنويه. بالنسبه للاتحاد العام للمصريين في الخارج، فطبعا اثناء حدوث الازمه وطبعا كتبت عنها جميع الصحف العالميه، وكان العالم كله في ربكه سياسيا واقتصاديا واجتماعيا، وحتى ايفن حتى الطيران المدني. فهنا تحرك الاتحاد العام للمصريين في الخارج وعقد اول مره تحدث يعني مؤتمر الكتروني عبر الانترنت. هذا المؤتمر حضره جميع اعضاء الاتحاد العام للمصريين في الخارج، وحضره اللي هو الجاليات المصريه والروابط والنوادي في عواصم العالم، وحضره رجال الصحافه والاعلام. هذا المؤتمر تناول دور الدوله في اجلاء رعاياها فيما يتعلق بهذه الأزمة، ثانيا الصعوبات التي تواجه العالقين أثناء هذه الأزمة، ثالثا دور السفارات والقنصليات في التعامل مع هذه الأزمة، رابعا وضع تصور عام شامل وكافي لما بعد أزمة كورونا فيما يتعلق بأبنائنا المصريين خارج مصر. وبناء عليه هذا المؤتمر عقد بالتزامن مع التدخل المشرف للدولة المصرية في إجلاء رعاياها وعودة المصريين إلى الوطن الأم، وأيضا تزامن مع تعهد القيادة السياسية بألا تترك أي مصري عالق حول العالم. وده كان أمر في أنا من وجهة نظري الشخصية أمر كان يثقل قاهل الدولة المصرية لسبب بسيط، لأن فيش دولة في العالم لها تعداد خارج القطر كما موجود لمصر خارج القطر، يعني أعداد مهولة. فتعاملت القيادة السياسية مع الأعداد الموجودة بحنكة وذكاء، وتم تعامل عودة المصريين العالقين للخارج. دور الاتحاد هنا كان بارز في عقد هذا المؤتمر، ثانيا إمداد الدولة بالأعداد الحقيقية عن طريق الحصر الشامل والكامل في العواصم الموجود فيها السادة الأمناء أمناء العموم للاتحاد. ومن هذا المنطلق تقريبا تم التعاون مع وزارة الخارجية ووزارة القوى العاملة والأمناء في العواصم المتفرقة في هولندا، ألمانيا، فرنسا، إنجلترا وهكذا. وبناء عليه كان دور بارز للاتحاد، وانا اعتقد انه اثمر في النتيجه النهائيه ان الحمد لله اصبح الان لا يوجد عالقين مصريين خارج الديار. استاذن بس مع المستشار معنا اتصال هاتفي الاستاذ الدكتور احمد عزيز رئيس جامعه سوهاج، اتفضل معالي الدكتور. طبعا الفل على الساده المستمعين والمشاهدين جميعا ولحضراتكم، وتحياتي للاستاذ الدواء والزميل العزيز والصديق جت بقى موضوع معنا الشيخ محمد عمار، وكل سنه وانتم بخير جميعا، وتحياتي لكم، وان شاء الله مصر بخير وامان ان شاء الله. كل سنه طيب. معالي الدكتور بس احب اسالك بس عن نتائج الاجتماع، نتائج اجتماع امس الوزاري في المجلس الاعلى للجامعات، عما اسفر عنه من نتائج. لا انا الاجتماع بدا بتوجيه رساله شكر وتقدير للسيد الرئيس على دعم الجامعات المصريه وعلى تبني فكر الجامعات الاهليه في الجامعات الحكوميه، وكمان على دعمه لافتتاح جامعات حكوميه جديده. عندنا اربع جامعات حكوميه تم افتتاحهم السنه اللي فاتت، جامعه الاقصر والوادي الجديد ومرسى مطروح، وبعدين عندنا كمان ثلاث جامعات اهليه هيفتتح السنه دي، جامعه الجلاله وجامعه المنصوره الجديده. وطبعا ده كله بدعم سياده الرئيس، والحقيقه المجلس كمان ناقش اعداد الطلاب اللي هيقبلوا في التنسيق ان شاء الله السنه دي في القطاعات المختلفه. ناقشنا كمان الاستعداد لتطبيق التعليم الهجين اللي هو يعني الخليط ما بين التعليم الالكتروني والتعليم وجها لوجه في العام الدراسي الجديد وفقا لظروف كورونا. كمان فكره تحويل طلاب من كليات الصيدله الى كليات الطب تم مناقشتها في المجلس ووضع قواعد ليها للتحويل. هي حاجات كمان التحول الرقمي داخل الجامعات المصريه تم مناقشته، وكل جامعه عرضت خطتها للتحول الرقمي في الفتره القادمه.
الحقيقه حاجات كتير جدا تم مناقشتها، زي بعض قبول تغيير بعض لوائح الكليات عشان نضم كمان التعليم الهجين في لوائح الكليات. كمان في تقارير بتبقى مقدمه من الجامعات بخصوص امتحانات الفرق النهائيه وامتحانات سنوات النقل والنتائج، والتاكيد على الاجراءات الاعتراضيه في امتحانات السنوات النهائيه. كل حاجات تحية تم مناقشتها في المجلس. كمان في طلبات لافتتاح جامعات عليا جديده في 6 جامعات او 7 جامعات، وطبعا جامعه سوهاج يعني لنا الشرف ان احنا قدمنا الطلب ان نفتح جامعه عليا في سوهاج داخل الجامعه الحكوميه في جامعه سوهاج، وان شاء الله توافق على طلب الانشاء. ودلوقتي احنا في طور تجهيز دراسه جدوى علشان نقدر نستقبل طلاب في الجامعه الاهليه ان شاء الله. ربنا يسهل كل عام الدراسي القادم او العام الدراسي اللي بعد القادم ان شاء الله لو ربنا قبل. طب معالي الدكتور، بس اسال بس عليك سؤال اخير. انتخابات مجلس الشيوخ طبعا اللي تمت طبعا في محافظه سوهاج، كيف طبعا استعدت جامعه سوهاج طبعا بالتعاون طبعا مع السيد المحافظ مع القيادات التنفيذيه والشعبيه داخل المحافظه، استعدادات الجامعه للانتخابات؟ لا، الجامعه طبعا كانت يعني على قلب رجل واحد في المشاركه في الانتخابات. انا عندنا عدد كبير طبعا من الطلاب وعدد كبير من العاملين، اكثر من 6000 عامل وموظف. عندنا عدد حوالي 3000 عضو هيئه تدريس وهي معاونه. الحقيقه كان كل توجيهاتنا بدعم الاعمال الانتخابيه وخروج الزملاء للانتخابات سواء كان على مستوى العاملين او على اعضاء التدريس. وطبعا بالنسبه للطلاب كانت نفس التوجهات. والحقيقه احنا برضو كان يعني في زياره من عندنا ولقاءات مع الساده العاملين والساده العمده وتوجيهات مستمره ان نشارك في الانتخابات. والحمد لله يعني اعتقد ان كان في مشاركه الى حد ما معقوله من الجامعه، ان الجامعه يعني فيها كتله انتخابيه كبيره جدا. احنا عندنا اكثر من 60,000 طالب ملتزمين بالجامعه ومستحقين بالجامعه، بالاضافه زي ما قلت لحضرتك لاعضاء التدريس والعاملين. والحقيقه احنا كنا يعني حتى وفرنا لهم انهم ياخدوا خدوا اليوم الاولاني اكثر من 50% من الموظفين لهم فرصه انهم يروحوا يصوتوا اليوم الاولاني، و50% اليوم الثاني علشان برضه يقدروا يشاركوا في العمليه الانتخابيه. والحمد لله انها تمت بخير وافرزت ما افرزت. والحقيقه الناس اللي هي الحمد لله نجحت او يعني في مرحله الاعاده نحسبهم ان شاء الله على خير باذن الله. طب معالي الدكتور، معلش قبل يعني ما اختم معاك، سؤال من سياده اللواء ممدوح مقلد الى معاليك. اتفضل. طبعا سنة وسهلا. دكتور احمد. دكتور سياده اللواء، ازي حضرتك عامل ايه؟ اهلا وسهلا يا فندم. اهلا وسهلا. سياده اللواء ربنا يخليك. هو الملاحظ خلال الفتره الاخيره اهتمام الدوله بالجامعات الاهليه. انا عاوز اعرف، انا يمكن كان ليا تعليق كثير ان يعني ما فيش ربط ما بين خريج الجامعات بصفة عامة وما بين سوق العمل. وجود الجامعات الأهلية وزيادة عددها وزيادة المنتج منها أو المخرج منها من الخريجين إلى سوق عمل قد لا يستطيع أن يستوعب صحيح. كل هذا العدد، أعتقد أنه محل تعليق. يا ريت نعرف تعليق سعادتك عليها إيه. هو هدف ده بالظبط اللي انت حضرتك طرحته، وده اللي احنا مهتمين بيه في الماده بتاع الجامعات. فكره الجامعات الاهليه ان حضرتك بيدي لك مرونه كبيره جدا في انك انت تقترح برامج دراسيه جديده تتناسب مع سوق العمل. حضرتك تعلم تماما ان الجامعات الحكوميه اصبحت مختصه باعداد كبيره من الطلاب في الدراسات التقليديه والكليات التقليديه في مجال الحركه دي من فتره طويله، وده برضه يعني له ابعاد خاصه بالتعليم. ونحن بنزود نسبه المتحكم بالتعليم في مصر الفئه العمريه من 18 ل 22 سنه. علشان كده الجامعات الحكوميه فيها اعداد كبيره جدا، حضرتك عارف ان حق الطالب ان هو يتعلم ويتعلم تعليم جامعي. فكره الجامعات الاهليه بتتيح مرونه كبيره جدا للجامعات الحكوميه انها تنشئ برامج تعليميه جديده تتناسب مع احتياجات سوق العمل، وفي نفس الوقت تكون بطبيعه دراسيه الى حد كبير بتلبي مخرجات تعليميه مستمره بحيث تقدر تطلع خريج مناسب لسوق العمل. طبعا الجامعات الاهليه بتبقى بتكلفه، انما هي بتكلفه
تتناسب مع تكلفه الدراسه. يعني احنا الجامعات الاهليه الفرق بينها وبين الجامعات الخاصه، الجامعات الخاصه زي حضرتك يعني بتهدف للربح وفقا لقانون الجامعات الخاصه. الجامعات الاهليه لا تهدف للربح، انما بتكون تكلفه الدراسه فيها هو المبلغ اللي بيتم تجميعه او سداده من الطلاب. فالحقيقه وجود الجامعات الخاصه الاهليه على ارض الجامعات الحكوميه ده بيعمل زي ما بنقول كده وين وين سيتويشن، اللي هو يعني تبادل المنفعه، في ان انا بعمل تعليم افضل ببرامج دراسيه افضل، وفي نفس الوقت العائد اللي هيجي من الجامعات الاهليه يقدر يساهم في تطوير العمليه التعليميه وتوفير موارد ماليه للجامعات الحكوميه علشان تطور من برامجها وتطور من قاعاتها وتطور، يعني ما تبقاش تقلل من الجاهل الدوله في الصرف على الجامعات الحكوميه. طيب دكتور احمد، دكتور احمد انا بشكر طبعا حضرتك على المداخله التليفونيه ديت، ونتمنى طبعا تكون ضيف معانا طبعا في الحلقات القادمه. اشكر الاستاذ الدكتور احمد عزيز رئيس جامعه سوهاج، قائد نهضه التعليم في جامعه سوهاج، المستشار العلمي لمحافظه سوهاج. اعود مره اخرى لضيوفي، والبدايه مع السيد اللواء ممدوح مقلد. نتائج الاجتماع اللي تم بعقد اتفاق ما بين شركه المياه وهيئه المياه وشركه المقاولات مختار في مد خط جديد او انشاء محطه جديده بالنسبه لاهالي بندار وبلاصفوره. اتفضل يا معلم. هو شركه مختار احدى شركات قطاع الاعمال. شركه مختار اصيبت في الاونه الاخيره بشبه تراجع في موقفها المالي لدرجه انها اصبحت حاليا غير قادره على الوفاء بالتزاماتها من حيث تنفيذ عقود المقاولات المسنده اليها. اللي حصل ان في خلال شركه مختار كانت من اكبر الشركات المكلفه بمشروعات في مدينه سوهاج، محافظه سوهاج اكبر شركه كانت مسند ليها مشروعات اللي هي شركه مختار في سوهاج، سواء من اعمال صرف صحي، سواء من اعمال شركه توصيل مياه الشرب، سواء في بعض المقاولات العامه، سواء في رصف الطرق وما شابه من هذا القبيل. اللي حصل ان لما شركه مختار بدا موقفها المالي يهتز، كان مطلوب ان احنا علشان نقدر نسحب الاعمال من شركه قطاع اعمال الى ناخدها منها، ده شيء بيبقى من العسير على الدوله انها تقبله. فاللي حصل ان ليها اجراءات كانت معقده شويه. اللي حصل ان عشان ناخدها من شركه قطاع اعمال نسندها الى فرد فيها صعوبه. لكن اللي حصل ان خلال الفتره السابقه بدانا ناخد البواقي الأعمال التي لم تنفذ من شركة قطاع أعمال إلى شركة قطاع أعمال أخرى، اللي هي مين؟ اللي هي شركة المية ومياه الشرب والصرف الصحي في سوهاج. احنا تأخرنا كثيرا في هذا الطرح، أدى إلى أن في تعطل كثير جدا في مشروعات المياه الشرب والصرف الصحي في سوهاج. اللي حصل أن مثلا محطة اسمها محطة الشوش، محطة عملاقة بتأخذ من نهر مأخذها في نهر النيل، مفروض انها كانت بتكفي الى انتاج مياه شرب تغطي كل قرى مركز سوهاج ومدينة سوهاج ال 36 قرية. اللي حصل ان في خلال الفترة السابقة هي قدرت انها تعمل اللبنة الاساسية كلها، باقي منها حاجات جزء من الميكانيكا فيها، وباقي بعض الخطوط اللي بره. الخطوط اللي بره اتسحبت من شركة مختار واسندت الى القطاع الخاص وتنفذت فيها اجزاء، ولسه باقي فيها اجزاء اخرى. فيها 18 نقطة ربط على مستوى دائرة المركز والمدينة، تم تنفيذ 15 واللي باقي 3. بالنسبة للبنة الأساسية لمحطة المياه نفسها اللي هي جوه المحطة نفسها، كان ينقصها الكثير من أجزاء الميكانيكا. احنا الميكانيكا دي احنا خلصناها، عملنا الاجتماع ده بين الكل، بين الثلاث أطراف الثلاثة، عشان نقدر نقيم النواقص التي لم تنفذ وتقيم ماليا وتسند الى شركه الميه والى المقاول الخاص عشان نقدر نكمل تنفيذها. المحطه دي منشاه من سنه 2011 والى حتى هذه اللحظه ما استفدناش منها. 9 سنين لم نستفيد منها، رغم ان اللي باقي فيها كلام فاضي وما يعتبرش ان هو شيء. طب اسف لمقاطعه السيد اللواء، اعود برضو مره اخرى الى ضيف الكريم الاستاذ محمد عبد النبي عماره، لان الحقيقه طبعا تلقينا اتصالات عديده
من المصريين المقيمين في الخارج، وبناء على رغباتهم طبعا تواصلنا طبعا بالسيد المستشار محمد عبد النبي عمارة لعقد لقاء مرة أخرى في برنامج رأي الآخر. لكن السؤال الموجه ليه، طبعا احنا بنتكلم عن دور المرأة والأحزاب وتمكين المرأة سياسيا وتمثيلها بالنسبة للمصريين في الخارج، كيفية تمكين المرأة في الحياة السياسية المقبلة ورفع النسبة المقررة من 25% وزيادة المقاعد، وكيفية تمثيلها للمصريين المقيمين في الخارج؟ تفضل مع المستشار. هو أولا بالنسبة للجزء الأخير من السؤال، ما كيفية تمثيلها للمصريين في الخارج، فالباب open for everyone، للجميع يعني، تستطيع الرجل والمرأة يتنافسوا على حتى إذا لو الثمن مقاعد أخذتهم المرأة، ده تساعد سوكي يعني، ما فيهاش مشكلة. ده الحتة دي يعني مرنة شوية، دي واحدة. اتنين، بالنسبة للمرأة طبعا الدستور في قبل حتى إذا الانتخابات البرلمانية كفل لها حقها في الترشح، حقها في الإدلاء بصوت بحرية تامة، كفل لها حقوقها السياسية والمدنية كافة. فبالنسبة للحقوق السياسية فلها حق الترشح وحق الانتخاب. بالنسبة للتعديلات الدستورية في المادة 102 جت شرحتها باستفاضة المادة 5 من قانون مجلس النواب. المادة دي قالت إن طبعا في حالة القوائم المخصص لها 42 مقعد يبدو يكون بهذه القائمة صفات معينة تلتحق بهذه القائمة، ومن ضمنها على الأقل 22 امرأة. ثم جت بعد كده في بند آخر ووضحت توضيح قاطع مفيش أدنى شك يعني، إن لو القائمة 100 فبالتالي والمخصص قائمة مخصص عدد لها مقاعد 100 فيتم تخصيص لها على الأقل 50 امرأة. وبالتالي لو جينا في مجمل أعضاء مجلس النواب القادم هيكون عدد الممثلين للمرأة تقريبا ما يزيد على 25%. فده بالنسبة للمرأة في المجالس النيابية. بالنسبة لو جينا للمرأة عالميا هنجد ان المرأة في بالحسب المنظمات النظم الديمقراطية في مجلات دورية بتصدر في هذا الشأن، وأشارت ان المرأة بتحتل 24.7 فيما يتعلق بمقاعد المخصص لها من المقاعد النيابية حول العالم، وفيما يتعلق بالمقاعد الرئاسية فلها 20.3% من المقاعد الرئاسية حول العالم. ده بالنسبة للمنظمات العالمية الدولية. لو جينا قارنا بين المنظمات الدولية واللي بتقوله هنلاقي إن المرأة المصرية بتحتل نسبة كبيرة جدا من المقارنة بالنسبة العالمية. ليه؟ لأن لها حق التمثيل في المجالس المحلية، لها حق التمثيل في النقابات، لها حق التمثيل في الشورى الشعب والشورى. فبالتالي أنا نجد أن بالنسبة للمرأة نتطلع ونناشد الدستور إن شاء الله فيما يلي بأن تتساوى المرأة في مقاعد البرلمان مع الرجل. ليه؟ لأن المرأة المصرية بلا مجال يضع مجال لأي الشك أنها أثبتت كفاءة عالية. طيب، والمحرك الأول للأسرة. أستأذن مع المستشار أستاذ السيد اللواء النائب هيثم أبو العز الحريري عضو مجلس الشعب بالإسكندرية. تفضل مع النائب. اهلا وسهلا بيك وبضيوفك الكرام والساده المشاهدين. احنا معانا من الضيوف الكرام يا معالي النائب السيد اللواء ممدوح مقلد عضو مجلس النواب وكيل لجنه الدفاع بالامن القومي، ومعانا المستشار محمد عبد النبي عماره حامل ملف المصريين المقيمين في الخارج في مجلس النواب المقبل. احنا بنتكلم عن كيفيه تمثيل المراه والشباب والمصريين المقيمين في الخارج. تعليقك يا معالي النائب. يعني بالتأكيد الدستور في أحد الصورة دي انتصر للمرأة المصرية، قد يكون وجهة النظر بعض أنه ليس انتصارا كافيا، لكن هو انتصار نسبي وانتصر لفئات محددة من الشعب زي الشباب وغيره. لكن أنا عايز أقف عند حاجة، يعني احنا بنتكلم في حيث الشكل النسب قد إيه، أنا عايز أقف عند المضمون. هل المجالس اللي كانت موجودة قبل ثورة يناير كانت بتنتصر للعمال والفلاحين وبتجيب حقوق العمال والفلاحين برغم ان كان عدد اعضاء يتجاوز 50% العمال والفلاحين؟ اعتقد لا. هل الشباب اللي كانوا موجودين في الفتره المجلس اللي انا موجود فيه وسياده الدواء ممدوح فيه انتصر بشكل حقيقي سواء للشباب او للمراه على وجه التحديد؟ اعتقد برضه لا. ليه انا بقول الكلام ده؟ عايز اقول انه الفكره مش بالنسبه، مش في عدد النواب قد ايه يمثلوا المصريين في الخارج، قد ايه يمثلوا الشباب، قد ايه يمثلوا المراه. الفكرة
فكره الاغلبيه اللي موجوده والسياسه اللي تنتهجها الاغلبيه وبرنامج الاغلبيه وبرنامج الحكومه، هل بينتصر لهذه السياسه؟ هل بيبحث عن المشاكل بشكل جدي وبيحلها بشكل عملي؟ ولا احنا بنتناول المشاكل بشكل عام ولما نيجي نحلها نتخاذل في حلها؟ احنا عندنا مشاكل المصريين في الخارج كانت موجوده ايام ازمه كورونا، اعتقد انه عدد ضئيل جدا جدا اقل من عدد الممثلين المصريين في الخارج هو اللي تناول هذا الامر، هو اللي تحدث عنه، وبالتالي كل الممثلين اليوم ما ادوش دورهم بشكل كافي، لو كانوا كلهم تضامنوا مع بعض وقاموا بالدور ده بشكل كافي، اعتقد كانت ممكن تحل بشكل احسن من ده وفي وقت اقل من ده. تاني انا مش عايز اقف عند النسبه وتبقى هي دي شاغلنا الشاغل. فاحنا معنى كده بقى ان احنا عايزين نعمل فئه للمهندسين وفئه للمحامين وفئه للمعلمين عشان يجيبوا حقوق المعلمين وفئه للاطباء عشان يجيبوا حقوق الاطباء. المفترض يعني انا وسياده النائب ممدوح واي نائب في الموجودين احنا نواب الشعب المصري كله، واجبنا ان احنا نتناول مشاكل كل المصريين ونعبر عن الام ومعاناه كل المصريين سواء جوه مصر سواء داخل مصر سواء كان سيده او رجل سواء شاب او كهل. فيعني انا ممكن تكون وجهه نظري مش واقفه عند الشكل، وقف عند المظلوم. انا بدعو المصريين سواء بالداخل او بالخارج ينتخبوا سواء كانوا شباب او مرأة او رجال، ينتخبوا من يعبرون عن مشاكلهم، من يتضامنوا معهم في مشاكلهم، اللي يقدروا يحلوا مشاكلهم، حتى لو كان راجل وهم ستات، حتى لو كانوا ستات وهو مرشح راجل، العبره مش بالراجل ولا بالست جوه المجلس، العبره مين فعلا يقدر يعبر عن مشاكل المصريين ويمتلك وجهات نظر يعني عمليه وعلميه قادره على حل هذه المشاكل. مظبوط. نضم صوتنا طبعا لصوت النائب هيثم ابو العز الحريري. اشكر طبعا السيد النائب هيثم ابو العز الحريري عضو مجلس النواب بالاسكندريه، ونتمنى ان شاء الله ان احنا يعني نشوفك في حلقات قادمه في برنامج الراي الاخر. شكرا يا معالي النائب. اعود برضو مره اخرى، يعني انا حابب بس ان انا اشرك بس السيد اللي هو ممدوح مقلت في موضوع المصريين المقيمين في الخارج. كنت طبعا تحدثت طبعا في مداخله تليفونيه في الحلقه السابقه عن كيفيه طبعا تمثيل المصريين في الخارج. اتفضل يا معالي النائب. هو الحقيقة دستور 2014 أول دستور حرص على أنه يضمن تشكيلة لكافة فئات الشعب المصري، وعشان كده هو أتى بفكرة جديدة اللي هي فكرة ضرورة أن يكون من بين أعضاء مجلس النواب من يمثل المرأة، من يمثل العمال والفلاحين، من يمثل الشباب، من يمثل المعوقين، ومن يمثل المصريين العاملين بالخارج. وقال فيها أن دي تجربة وحيدة، وبعد كده هو يكلف مجلس النواب بإصدار القانون الدائن للانتخابات. الحقيقة حصل تعديل في الدستور بتاع 2019 نتيجة نجاح هذه التجربة اللي احنا قدرنا ان احنا ناخدها لما شفنا ان اداء المصريين العاملين بالخارج اداء جيد، وقدروا يوصلوا لنا مشاكل كثيرة برضو داخل البرلمان، المرأة وهكذا المرأة وهكذا المعوقين. فإحنا دستور 2019 حرص على أن يكون هذا التمثيل هو تمثيل دائم لهم، واختص المرأة على سبيل التحديد أنها تكون لها نسبة 25%. ليه؟ لأن أداء المرأة يعني قد تميز بإنفراد غير مسبوق، أداء جيد جدا في المجتمع. المرأة بطبيعتها في حتى في ثورة 2011 وفي ثورة 30 يونيو كلها المرأة حقها يعني كانت لها حضور واعي وحضور قوي وحضور مشرف فيهم، ودون أن يستدعيهم أحد كانوا هما موجودين ومشاركين ومشاركين بقوة. ولذلك احنا فلسفة تمثيلهم بتأتي من خلال ان لسه طابع المجتمع المصري لم يمكن لم يقبل حتى هذه اللحظة انه يقبل ان تكون المرأة منافس قوي او منافس يعني متماثل او متوازن او يعني بالندية مع الرجل، مش قادر يقبلها. ولذلك لما الدستور انحرف يعني خص هؤلاء الفئات الخمسة عشان يقدر ينصفهم من خلال منافستهم مع العاديين من الشعب المصري، ولذلك اختص المرأة 25%، واختص لا أن يكون بصفة الدوام منهم اللي هم إيه المعوقين والعاملين بالخارج والكلام اللي زي كده. موضوع العمال والفلاحين ده كان موروث اجتماعي في ثورة يوليو، قدرنا النهاردة قالوا يعني كان علشان خاطر كان مسيطر على مجلس
النواب في هذا الوقت من هم البكوات والبشوات وما شابه من هذا القبيل. مصر طبعا يعني كانت ثورة يوليو في هذا الوقت يعني منحازة إلى العامة ومنحازة إلى الفقراء ومنحازة إلى فئة العمال والفلاحين، اختصت لهم 50% منهم داخل البرلمان. طيب. لكن بمرور الوقت النسبة دي أصبحت قد تشكل عبء على كيفية وصول هؤلاء وتمثيلهم جوه البرلمان، فادهم النسبة إن هم لابد. قطع الحديث طبعا مع معالي السيد اللواء، آسف للمقاطعة، مداخلة تليفونية الإعلامي أحمد عبادة، تفضل الزحمة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته. أنا بشكر طبعا برنامج الرأي الآخر والأستاذ أسعد طبعا اللي هو بيهتم بكل القضايا التي تمس المواطن المصري، وطبعا لابد لنا أرحب طبعا بضيفك الكريم اللواء ممدوح مخلد، هو يعتبر شخصية سياسية برلمانية صعبية لها قوة وتأثير على الشارع المصري بصفة عامة مش على الصعيد. في الجانب الآخر برضه برحب المستشار محمد عبد النبي عمارة، أحد أبناء مصر المهاجرين أو الطيور المهاجرة، والذي يعمل دائما على رفع مكانة مصر في الخارج وهو تمثيل مشرف فيه. طبعا بالنسبة للحلقة النهاردة بتدور في موضوع مهم جدا وهو الشأن البرلماني، سواء كان مجلسي الشيوخ أو النواب وتمثيل المرأة والمصريين بالخارج والفئات اللي حضرتك ذكرتها. يمكن أنا شايف النهاردة أن مصر تاخد خطوات حثيثة ومهمة جدا في عملية التمثيل البرلماني للشرائح المختلفة بالنسبة للشعب المصري. النهاردة شفنا المرأة الصعيدية بتخش بقوة في معارك انتخابية وبتحقق نجاحات، وده يعتبر حاجة تحسب للمرأة المصرية. بجانب النهاردة احنا عندنا وزيرة الهجرة المصرية سيدة بتتحرك وتدافع عن المصريين بكل قوة وشراسة، حتى أنها يحسب لها ألف حساب عندما تمس كرامة أي مواطن مصري في الخارج. فأنا برى أن البرنامج النهاردة بيساعد في إلقاء الضوء على الأمور التي تهم المواطن المصري الحقيقية، وطبعا في وجود القامات اللي موجودة مع حضرتك وكذا اللي هو ممدوح مخلد الذي يتحرك كما قلنا سابقا يمينا ويسارا من أجل أن يكون فاعلا ومؤثرا ومحركا ومدافعا عن المواطن المصري وعن الدولة المصرية، بما أنه رجل طبعا كان يمثل الداخلية المصرية وأحد القيادات الفذة الذي كان يدافع بشراسة عن طبعا الكيان المصري وعن الدولة المصرية وعن كرامة المواطن المصري. بالنسبه للمستشار محمد برضه يعتبر النهارده هو بيخوض معركه مهمه جدا، وهي معركه اعلاء مصر وعوده مصر الى مكانتها الطبيعيه في الخارج، وده اللي احنا بنأمله طبعا بكل الشخصيات اللي هي بتهتم بالشان المصري. فده اللي انا حبيت بس ان انا اضيفه. طبعا انا لن استطيع ان اتكلم اكثر من ذلك في ظل وجود القامات اللي موجوده مع حضرتك يا استاذ. طيب اشكر الاعلامي احمد عباده على المداخله الجميله اللي عملها لنا. أسأل بس سؤال بسيط قبل ما اطلع فاصل، اعود طبعا الى ضيف الكريم الشار محمد عبد النبي عمارة. حابب بس ان انا اسأل سؤال، النائب المنتظر للمصريين المقيمين في الخارج كيف يرعى مصالحهم داخل مجلس النواب القادم؟ اتفضل معنا. هو طبعا ده سؤال متشعب والاجابه عليه طبعا ما تتقالش في امام الكاميرات، تمام، لانها دي بتكون بتاتي من العمل الدؤوب والبرنامج الانتخابي الصادق، يعني برنامج انتخابي حقيقي من أرض الواقع، بمعنى أن يكون الشخص ده، والكلام ده كتبته في مقالات قبل كده وقلته ومش عايز نكرر نفسي في الكلام يعني، فأنا أعتقد أن هو لابد أن يكون عنده الحنكة والذكاء في التعامل مع الملف خارجيا وداخليا، ويجيد فن التعامل مع الشخصيات المشاكل المصرية. على سبيل المثال أنا كرجل قانون بنتلقى اتصالات من المصريين في الخارج، اللي عنده مشكلة متعلقة مثلا في الأردن، جالي اتصال من يعني أنا من إحدى الشخصيات في مصر يعني سيدات، وقالت إن أخوها توفى من 5 سنوات، فعلى الفور أنا تواصلت مع الأمين العام في الأردن وبناء عليه تم التحرك قانونيا. فهو دي الفكرة الأساسية، إن أنت تتحرك فوري وقت المشكلة. فاللي هيجي حامل الملف دون هذا الملف مفيش إلا مشاكل، مفيش إلا كله مشاكل. ليه؟ والمشاكل بتكون محوطة من كل جوانبه، إما خاصة بالعمالة، خاصة بحياتهم، خاصة بمشاكلهم، خاصة بالشغل الجنائي المدني العمالي العمال القضايا العمالية التعويض وكل وهكذا يعني. فصائل النائب البرلماني الجديد لابد أن يكون جدير بحمل هذا الملف، وجدير وصادق وأمين في التعامل بصدق وإخلاص مع السلطات الخارجية للدولة التي يعمل بها المقيم، والسلطات الداخلية، وفن التعامل وإجادة اللغات والثقافات والبيئات الخارجية، والتعامل مع السادة الوزراء داخل مصر في حل وتذليل هذه العقبات.
فانا اعتقد ده ملف شائق يعني ثقيل، وهذا من والناحيه والسيد الرئيس صراحه بيولي اهتمامه بجميع المصريين داخل وخارج مصر. فمن هنا الرئيس كمان عودنا ان مفيش مستحيل، المشكله دي مشكله فيها مستحيل شويه لان مصريين كتير في الخارج. فمن هذا المنطلق لابد النائب يكون على وعي تام بهذا الملف، لو ما كانش الملف خيوط الملف في ايده منذ البدايه فاعتقد انه مش هيقدر ينتج يستمر فيه. النائب البرلماني الجديد بالنسبه لملف المصريين في الخارج فهو نائب وليس كما قلت مره سابقا يعني ليس نائبا لشارع معين او دائره معينه او قطاع او ظهير معين، لا ده نائب لسفير حول العالم لكل المصريين حول العالم، ممكن يتلقى اتصال من اي مكان، اي شخص عنده يسافر كمان خارج البلاد. فانا عايز اقول ان ده ملف حساس وهام بالنسبه للدوله ونائب برلماني، كما انه لا يقال الحلول بتاعتهم ما بتتقالش بتتقال على ارض الواقع، ولازم تكون لها حاجات ملموسه في التعامل مع الوزارات المعنيه بهذا الامر من النائب البرلماني المنتظر. طيب عوده مره اخرى بعد الفاصل اعزائي المشاهدين، لكن احب ان انا ابدا افتتاحيه الفاصل بشهاده تكريم طبعا تمنح طبعا الى السيد اللواء ممدوح السيد مقلد عضو مجلس النواب بسوهاج وكيل لجنه الدفاع والامن القومي بسوهاج كأفضل برلماني في سوهاج في تلبيته لكافة خدمات أبناء سوهاج. ده شرف عظيم يا فندم، شرف عظيم يا فندم، شرف عظيم يا فندم، شرف عظيم يا فندم، شرف عظيم. مبروك يا باشا. أحب برضو أن أنا أبدأ بس بأهم خبرين طبعا بعد الفاصل. رئيس الأركان نعمل على تخريج أجيال من المقاتلين القادرين على مجابهة كافة التحديات. تفقد الفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة معهد الضباط الصف المعلمين للاطمئنان على مراحل الإعداد والتأهيل على انتظام سير العملية التعليمية بما يدعم جهود القوات المسلحة للارتقاء بالمستوى التعليمي بضباط الصف. أيضا أحب برضو أن أنا أبدأ برضو بخبر رياضي آخر. محسن صالح يطالب الخطيب بالتدخل لدى فايلر لعودة أزارو. نصح محسن صالح رئيس لجنة التخطيط للكرة بالأهلي محمود الخطيب رئيس النادي بضرورة التدخل والتحدث مع السويسري المدير الفني للفريق بهدف إقناعه بإعادة المغربي وليد أزارو مهاجم الفريق الذي انتهت إعارته مؤخرا لنادي الاتفاق السعودي. طيب أخذ مداخلة تليفونية المستشارة حنان كساب أمين عام شؤون المرأة العربية بمجلس الوحدة الاقتصادية بجامعة الدول العربية. تفضلي مع المستشارة. اهلا وسهلا. اهلا بيك، اهلا بيك يا فندم، اهلا بيك. احنا مع المستشاره معانا النهارده في الحلقه السيد اللواء ممدوح مقلد عضو مجلس النواب وكيل لجنه الدفاع والامن القومي، ومعانا المستشار محمد عبد النبي عماره المستشار القانوني بالخارج وعضو الاتحاد المصريين المقيمين في الخارج، عضو الاتحاد العام المصريين المقيمين في الخارج. بس السؤال انا بحب بس اساله لحضرتك، طبعا احنا بنتكلم عن دور المراه وتمكينها سياسيا، وجهه نظر حضرتك او تصور حضرتك لتمكين المرأة سياسيا وزيادة النسبة المقررة عن 25 مقعد عن 25% من البرلمان. هو احنا دلوقتي في حالة تمكين المرأة سياسيا ده بيكلل جهود السيد رئيس الجمهورية لمساعدة المرأة في تمكينها في كل المجالات، فالمجال السياسي ده تكملة لكل المجالات السياسية، السياسية والاجتماعية والاقتصادية. هو بصراحة وقف وقفة كبيرة جدا بجانب المرأة المصرية وادالها حقها كامل، وكان من ضمن حقوقها هي انها اخذت حقوقها السياسيه كامله طبعا بمشاركتها في البرلمان المصري وفي مجلس الشيوخ حاليا. الوضع السياسي بقى وضع مبهر للمراه المصريه، ونسبه ال 25% اللي هي تم مشاركتها في الحياه في مجلس النواب فده بيعتبر انجاز جديد للمراه، في بيضاف لكامل انجازاتها اللي هي موجوده فيها في مصر يعني. طيب معالي المستشاره طبعا بصفتك طبعا امين عام شؤون المراه بجامعه الدول العربيه مجلس الوحده الاقتصاديه، احب بس اعرف بس تصور حضرتك للمراه المصريه وكيفيه تمثيلها للمصريين المقيمين في الخارج والشكل الخارجي للمراه المصريه. لا احنا بصراحه المراه المصريه خارجيا في الوقت الحالي او في وقت اعتلاء السيد الرئيس احنا فخر المراه المصريه دلوقتي بقت فخر المراه العربيه، بقت المراه العربيه دلوقتي بتحاول انها توصل على 1% بس من اللي قدرت توصل المراه المصريه. فاحنا بنقول ان احنا المراه المصريه اخذت وضع رائع
وواعد بالنسبة للمرأة العربية. طيب اشكر معالي المستشاره طبعا حنان كساب، واتمنى طبعا انت برضو تكوني برضو ضيفه معانا في برنامج الراي الاخر. شكرا جزيلا معالي المستشاره. عايز بس في عجاله بس سريعه بس مع السيد اللواء ممدوح مقلد، نتائج طبعا لجنه الاداره المحليه بمجلس النواب باعتبارك كنت حاضرا طبعا فيها، فيما يخص قانون التصالح في عجاله سريعه. هو لجنة الإدارة المحلية الحقيقة المهندس أحمد السجيني يعني أدى أداء رائع جدا 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 في دعوته، سواء في فكرته أو دعوته أو قيادته أو تنفيذه للاجتماع الأخير. الاجتماع ده كان الهدف منه متابعة الأثر التطبيقي لقانون التصالح. قانون التصالح هو أصلا قانون وارد من الحكومة، مظبوط، أساسا قانون المفروض أن يكون هدية للمواطن المصري. اللي حصل ان في تطبيقه ما أصا يعني ما شابه من عيوب ادى الى كونه انه يعني سيف مسلط على رقاب المواطن. الامور مفروض ان فيه بعض الخروقات حصلت او يعني الحكومه اخذت اسلوب معين في تنفيذه، يعني كان ملفوظ بلفظ غير عادي من المواطن. المواطن بصراحة يعني متعود ان هو يعيش في شكل البلطجي على الحكومة، والحكومة انها ما بتقدرش تعمل له حاجة. اللي كان بيبني زمان كان بيبني وعنده قناعة غير عادية ان هو من حقه ان هو يخالف، الحق ان يخالف وليس العكس. لكن الحقيقة القانون احنا حبينا ان احنا ندي شيء من استقرار الاوضاع، اللي حصل اللي احنا شفناه العكس. الحقيقة الاداء جمع فيها النواب طبعا. أقطع حديث السيد اللواء طبعا، اسف طبعا للوقت، ونستكمل طبعا مع السيد اللواء مره اخرى، لكن حابب في نهايه طبعا الحلقه ان اشكر كل فريق الاعداد، اشكر الاستاذ مالك بداري مدير العلاقات الخارجيه، الاستاذ محمد سلامه ممثل شباب للبرنامج، الاستاذه نهى شكري رئيس تحرير البرنامج، الاستاذه همه ياسر حامد، كما اشكر طبعا الاستاذ محمد المالكي مدير التسويق والعلاقات العامة بالقناة، والسادة المخرجين، السادة مدير التصوير، شكرا وسلام الله عليكم وإلى لقاء آخر.